قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن أنقرة لم تغلق الباب أمام انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، لكنها تريد أن يشدد البلدان الإجراءات على ما تعتبره أنشطة إرهابية خاصة في ستوكهولم. وقال إبراهيم كالين إن على الدولتين الإسكندنافيتين التوقف عن السماح لحزب العمال الكردستاني الذي يعتبر منظمة إرهابية في تركيا وبالتواجد على أراضيها. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إن بلاده لا يمكنها دعم ضم فنلندا والسويد لأنهما موطن لكثير من المنظمات الإرهابية على حد قوله. هناك سير للعملية، عضوية الناتو هي دائما عملية، سنرى كيف ستسير الأمور، ولكن هذه هي النقطة الأولى التي نريد أن نلفت انتباه جميع الحلفاء وكذلك إلى السلطات السويدية. بالطبع نريد أن نناقش والتفاوض مع نظرائنا السويديين، لذلك نحن لا نغلق الباب، لكننا نطرح هذه القضية بشكل أساسي من باب الأمن القومي لتركيا. هناك موضوع جديد قيد البحث هنا، إذا كانت دولة ما تفكر في الانضمام إلى الناتو قاعده، فإنها تحتاج إلى اتخاذ موقف واضح بشأن قضية تشكل تهديدا للأمن القومي لحليف وهو أيضا عضو في الناتو. والحديث أكثر حول الموضوع ينضم لي عبر خدمة سكايب الزميل عمر ربيع. مرحبا بك عمر. إذا لنبدأ بخبرنا الأخير حول تركيا، ويعني نوعا ما نستطيع نقول شروطها حول انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف العسكري. كيف تقرأ هذه التصريحات، ولماذا تقول تركيا أن حزب العمال الكردستاني ومنظمات إرهابية على حد قولها يتواجد في هاتين الدولتين؟ نعم مليخ، إذا هناك العديد من الأسباب التي دعت تركيا وتحديدا الآن يعني منح هذه الإشارة وكأنها تريد التعطيل على انضمام هاتين الدولتين السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو. أولا أريد أن أشير إلى الوثيقة والوطيدة لتركيا مع روسيا، على الرغم من أن تركيا هي من دول حلف شمال الأطلسي الناتو، إلا أن هناك العديد من العلاقات أيضا السياسية إضافة إلى الاقتصادية السياحية الاستثمارات وأيضا العسكرية، لأن تركيا يعني اشترت منظومة الدفاع الجوي الروسية متطور إس 400، إضافة إلى يعني وجود يعني علاقات وثيقة بين الدولتين. كل هذا الأمر يدفع تركيا أيضا أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح روسيا والتهديدات يعني على روسيا بحسب ما تراه موسكو، وكأن أي انضمام لدول قريبة على حدودها لأنه هو تهديد لأمنها القومي. هذا أولا. ثانيا يعني لابد من الإشارة إلى أن تركيا ترى بأن هناك أحزابا في فنلندا وفي السويد يدعمان ويؤيدان حزب العمال الكردستاني على غرار الحزب القدر في ألمانيا. وبطبيعة الحال إن تركيا تنجع يعني استهداف أو التصدي يمكن القول للنشاطات لحزب العمال الكردستاني على دول غير منضوية تحت حلف شمال الأطلسي. أما دول يعني هي تخضع لحلف شمال الأطلسي أو هي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، فإن هذا الأمر يصعب على تركيا أن تقوم بالتصدي لمثل هذه الدول والإجراءات من دول يعني داخل الحلف. خذ على سبيل المثال اليونان، كانت اليونان خارج حلف شمال الأطلسي وكانت تركيا لا تهاب، وأما اليوم وعند انضمام اليونان إلى حلف شمال الأطلسي فإن تركيا بطبيعة الحال تأخذ ذلك بعين الاعتبار. ثالثا والأهم أن تركيا أيضا تريد أن تقايض على ما يبدو ملف موافقتها على ضم فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي مع الولايات المتحدة. بطبيعة الحال واشنطن تضغط على تركيا من أجل قبول عضوية هاتين الدولتين في الحلف، وتركيا حتى الآن تظهر معارضتها لهذا الأمر الموضوع، وهذا الملف سيتم حلحلته بالحوار بين واشنطن وأنقرة. وبطبيعة الحال فإن أنقرة ستطالب واشنطن على ما يبدو بالعديد من المكتسبات مقابل يعني إلغاء معارضتها لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي. هناك خبراء يقولون أن هذا الأمر أو الملف سيكون
راهن ببرنامج F-35 المقاتلات الأمريكية التي حرمت تركيا المشاركة بها، ولكن حتى الآن يوجد هناك أي معلومات تفصل بهذا. لنبقى يعني نتحدث حول قضية انضمام هلسنكي وستوكهولم إلى الحلف العسكري، ويعني المحادثة التي كانت بين بوتين ونظيره الفنلندي قال فيها إنه من الخطأ لفنلندا بأن تقبل الانضمام أو تسعى إلى الانضمام إلى الحلف العسكري، عندما يقول ذلك بوتين لدولة يعني يوجد بينهما علاقات جيدة جدا نستطيع أن نقول، يعني حتى مختلفة عن علاقاتها مع أوكرانيا، ما هو الاحتمال لأن يكون هناك فعلا تصعيد وتوتر العلاقات بين الدولتين؟ بطبيعة الحال يعني كان احتمالية انضمام أوكرانيا للناتو هي إحدى الذرائع التي استخدمها بوتين لغزو هذا البلد، ولكن هناك العديد من أوجه الاختلاف بين أوكرانيا وفنلندا بالنسبة للقيام بعمل أو عملية عسكرية روسية هناك. أولا يعني روسيا اليوم دخلت يومها 80 للغزو في أوكرانيا وهي متخبطة بحسب التقارير الغربية، هي حصرت عملياتها في شرق وجنوب البلاد وأهملت يعني يمكن القول أو خففت تركيزها على منطقة الشمال، وهذا الأمر يمكنه أن يؤدي إلى عدم دخول روسيا إلى صراع مسلح يعني تزامنا مع عملية العسكرية في أوكرانيا فنلندا ودول أخرى. ولكن بطبيعة الحال فإن بوتين يشدد دائما على إمكانية أن يردع وأن يعدل الفنلنديون والسويديون عن قرارهم هذا بشأن الانضمام. يبدو أن هذا الأمر سوف يحسم عمر خلال الأيام القريبة. شكرا لك على تواجدك معنا في هذه المداخلة.